بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في قناتنا التعليمية. اليوم سنتناول المفعول به. نأتي إلى الأمثلة ونقول: الأول، شد التلميذ الحبل. الثاني، طوت البنت الثوب. الثالث، أكل الذئب الخروف. الرابع، يربح السابق جائزة. الخامس، يصيد الثعلب دجاجة. السادس، يبيع القصاب اللحم. وإذا بحثنا في هذه الجمل وجدنا كل جملة مركبة من فعل واحد ومن اسمين. الاسم الأول هو الذي سميناه فاعلا لأن الفعل صدر عنه. وإذا بحثنا في الأمثلة الثلاثة الأولى رأينا أن الاسم الثاني في كل مثال وهو الحبل والثوب والخروف هو الذي وقع الفعل عليه. فالفعل وهو الشد الذي حصل من التلميذ وقع على الحبل، والطي الذي فعلته البنت وقع على الثوب، والأكل الذي صدر من الذئب وقع على الخروف. فالتلميذ والبنت والذئب كل واحد من هذه فاعل، والحبل والثوب والخروف كل واحد من هذه وقع عليه الفعل ويسمى مفعولا به. وكذلك يقال في بقية الأمثلة. وإذا تأملنا أواخر الأسماء التي تدل على المفعول به وجدناها منصوبة. ونأتي إلى القاعدة ونقول: القاعدة، المفعول به اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى درس آخر إن شاء الله.